شهر الخير والبركة رمضان وشهر المحبة والألفة الناس مع بعضها، يعني إنه يعني أجواء رمضان أجواء كتير حلوة وجمع العيلة مع بعضها، وهذا الصيام هيك هدوء للنفس، تعرف الفقراء تحس فيهم تعطف عليهم. هو الحكمة من الصيام إنك ما بتكثر أكل، إنك تجوع حتى تحس بالفقراء. بنرحب بيك معنا في واضح، عايزين نسألك بدأت تستعد لرمضان؟ بدأت الحمد لله وجبت حاجات رمضان كلها الحمد لله، وبدأت برضو أعلق في الزينة وكده بتاعت رمضان. ضروري تحضرات خبر رمضان، ندير مثلا شباكيات له. هو الحقيقة أنا هستعد بس أنا مسيحي. طب إيه روتينك خلال الشهر؟ أنا دكتور للأسف، فروتيني أنا بنزل المستشفى والمكان اللي شغال فيه، فعيانين يا مكان في حاجة طبية يعني، بس فالموضوع بيبقى صعب شويه، الكافيتريات بتقفل، كلنا بنبقى لا عارفين ناكل ولا نشرب، بلس ان احنا اصلا بنبقى صايمين في الوقت ده يعني. بس هو رمضان ليه رونق كده، ليه جو الشارع، وانت مروح بالليل بالذات بيبقى في ناس عايشه بالليل، لكن في اغلب الاوقات انت بتبقى مروح من شغلك الدنيا ميته خالص، رمضان بيبقى فيه نشاط. كل اليوم تقريبا الساعه 11 نجي للشغل، وورا صلاه العصر يعني يصير تقريبا ساعه 4:30 أو 5 نرجع للبيت. مرات نبدل الأكل، أكل نأكل أكل جيراننا، وإحنا نهم نحول أكل جيراننا يعني هيك. كنا نوجد وشين بنخيباري والفطار وهكا، ومن ذاك الفطار ضروري خصنا نوزع شوية على الناس اللي كيكونوا بيوتهم محتاجة، دونك كنساليو فطور هكا تنمشيو عشان يصليو صلاة تراويح وهكا تنساليو. هذا البروغرام اللي تنديرو في رمضان. ايه أطباقك المفضلة في رمضان؟ بصراحة مكرونة بالبشاميل والرقاق وحاجات بلح باللبن وبلح عادي، وطبعا بس هو ده بيبقى أطباق المفضلة، والحاجات المشويات. والله أهم شيء التمر واللبن يعني، وأي شيء موجود كله نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني. والله هو التمر والمرق واللحم، هو الدولمة وهاي الشغلات. أطيب شيء الدولمة. أطيب شيء الدولمة، أي والله. والحلويات شو هي المفضلة عندك؟ والله باقلاوة. باقلاوة؟ أي والله. حوت. إيه رأيك في الناس اللي ما بتصومش في رمضان؟ طبعا بضايق جدا يعني، على قد ما اقدر برضه لو في حد من صحابي او حد اعرفه لا طبعا بنصحه وبكلمه في النقطه دي جدا، لان ده شهر ما بتعوضش. كل انسان بنيه جسمه يعني، احيانا الناس بنيه جسمها انه تستحمل انه تصوم ما في اي مشكله، في ناس ما عندها قدره على الصيام، لا حرج انه الواحد انه لما بده يكون بصيام انه يمرض، لا المفروض انه يفطر. ان شاء الله يهديهم يصومون، ما يخسرون الدنيا والآخرة. يعني ما يمكنش أنك تدخل عند الناس وتقول لهم لا صوموا هذه وتفرض عليهم شي حاجة، حيث لا إكراه في الدين يعني، هذا أولا وأخيرا. الإنسان لازم دائما يكون مستقيم بحياته، مو بس به الشهر عبادي على طول. ونتمنهم الله تسر لي زين إن شاء الله، يدخل علينا بالصحة والسلام وطولة العمر وبراحة البال. نبغي نقول شهر مبارك كريم على المغاربة كاملين، دخل لهم بالصحة والسلامة وباش مش منهم.